إن شاء الله درس اليوم سيكون عن كيفية تشكيل على المانيكا، هذه المرة باستخدام القماش. للتشكيل على المانيكا يتم استخدام قماش المازلين بالإنجليزي، ربما بالفرنسي قماش لاتوال لديه سمك. سأقوم بأخذ قطعة من القماش وشكل زاوية قائمة. قمت بقص مستطيلين بهذا الشكل، يكون قياس القطع أو القماش أكبر من طول الصدر بهذا الشكل. الآن راح أقوم برسم خط الصدر، دائما الخط يمثل زاوية قائمة بهذا الشكل. هنا منتصف الأمام ومنتصف الظهر. منتصف الأمام، وهنا سأقوم بكتابة منتصف الظهر. هنا راح أقوم بقص قماش يشكل مربع بهذا الشكل. بينما هذه القطعة من القماش ستشكل الجزء السفلي للباترون أو الجزء الخاص بالتنورة، دائما أقوم برسم خط المنتصف. قطعة من القماش بهذا الشكل منتصف الأمام، راح أقوم بالطي بهذا الشكل ثم وضع على منتصف المانيكا بهذا الشكل، وخط الصدر مطابق لخط الصدر على القماش بهذا الشكل، ثم راح أقوم بالتثبيت بالدبابيس.
أقوم بسحب القماش إلى الخلف، والخط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. الآن راح أقوم بسحب بقية من القماش بهذا الشكل لتشكيل بانسة الكتف. الآن راح أقوم بتثبيت الدبابيس على شكل الرقبة، ودائما أقوم بسحب القماش إلى الأعلى. بدءا من خط الصدر أقوم بدفع القماش بهذا الشكل إلى الأسفل لحذف أي زيادة أو كشكشة بهذه الطريقة. ثم راح أقوم بقص هذا الجزء أو هذا الزائد من القماش بهذا الشكل. دائما تثبيت منتصف الأمام، ثم هذه الزيادة راح أقوم بتحويلها إلى بانسة الخصر بهذا الشكل. الآن راح أقوم برسم شكل الرقبة، الكتف، خط الجانب وخط الخصر مع تحديد قيمة البنسات. بالنسبة للخلف دائما أقوم بطي 2 سنتيم خاصة بمنتصف الظهر بهذا الشكل، مباشرة على منتصف الظهر بهذه الطريقة.
ثم أقوم بسحب أي زيادة إلى الجانب بهذا الشكل. على مستوى الكتف عندي هنا زيادة راح تصير على شكل بانسة الكتف بالنسبة للخلف. ثم راح أقوم بتحديد بانسة الخصر الخاصة بالخلف بهذا الشكل. الآن راح أقوم بتحديد خط الكتف الأبيض وخط الخصر والرقبة أيضا بهذا الشكل. الكتف الخاص في الأمام مطابق للكتف الخاص في الخلف، كذلك الرقبة. هنا عندي زيادة في مستوى خط الصدر، راح أقوم بتصحيح ذلك. خط الجانب الخاص بالخلف مطابق للخط الجانب الخاص في الأمام.
الآن راح أقوم بحذف القماش من المنكة، ثم راح أقوم بإعادة رسم نفس شكل الباترون بهذه الطريقة. راح أقوم بحذف هذه الزيادة من القماش بهذا الشكل. نفس العملية بالنسبة للأمام. الآن راح أقوم بإعادة تركيب القماش على المانكا للتأكد من أن كل شيء في مكانه الصحيح. لتصحيح خط الصدر الخاص بالخلف راح أقوم بوضع خط الصدر موازي لخط الصدر الخاص في الأمام وحذف الزيادة أعلى الكتف بهذا الشكل. هنا عندي زيادة على الجانب، راح أقوم بإعادة رسم الخط الجديد وكذلك زيادة على مستوى الكتف، راح أقوم بحذف هذا الجزء.
بهذه الطريقة أتمكن من التشكيل على المانيكان باستخدام القماش بدون وجود أي زيادة في القماش بالنسبة للأمام والخلف. هنا على مستوى الرقبة راح أقوم برسم هذا الشكل حتى يصير شكل انسيابي للرقبة الخاصة بالخلف. بالنسبة للجزء الخاص بالتنورة راح أقوم برفع القماش سنتيم واحد أعلى الخصر بهذا الشكل، ثم منتصف الأمام والتثبيت بالدبابيس بهذا الشكل. ثم سحب القماش بها الطريقة على مستوى الأوراك وخط يشكل زاوية قائمة بها الطريقة، ثم عمل بنسة من هذه الزيادة على مستوى الخصر بهذا الشكل. ثم راح اقوم برسم خط الخصر البنسة وكذلك خط الجانب. الان راح اقوم بحذف هذه القطعة من القماش وقص هذه الاجزاء. الآن حقوم بعمل نفس الطريقة بالنسبة للخلف، منتصف الظهر بهذا الشكل ورفع القماش سنتيم واحد أعلى الخصر بهذه الطريقة. من خط الأوراق راح أقوم بعمل خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل، ثم تحويل هذه القيمة إلى بانسة على مستوى الخصر بهذا الشكل. الآن راح أقوم برسم شكل البطحون مباشرة على خط الخصر الخاص في الأمام. هنا على منتصف الظهر عندي زيادة، راح أقوم كذلك برسم هذا الجزء حتى أتمكن من حذف هذه القطعة بهذا الشكل.
وهكذا يصير الشكل النهائي للتشكيل على المانكا واستخراج الباترون أساس الخاص بالجزء العلوي وكذلك الجزء السفلي. لعمل دريبين على المانكين هنا القطعة من القماش تشكل زاوية قائمة أي مربع. راح أقوم بوضعها بهذا الشكل بشكل مائل حتى أتمكن من عمل طيات بهذه الطريقة. هنا القماش على المانكين، لاحظوا معي هذه الزيادة عندما يكون القماش يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل، يوجد عندي اتساع أو فراغ أو كشكشة على الصدر، وهذا خطأ في التشكيل على المانيكان. لاحظوا معي الاتساع والفراغ، رغم أنني أقوم بالسحب لا يمكن لهذه القطعة أن تأخذ خط أو شكل الصدر. لأن القماش غير مطاطي لا يمكن تشكيل أو عمل طيات أو كشكشة على المانكين. هنا راح أقوم بأخذ القماش بهذا الشكل، شكل بايس أو يشكل 45 درجة. الآن القماش أصبح مطاطي، راح أقوم بوضع القماش بهذا الشكل. الجزء السفلي راح أقوم بالتثبيت على المانكين، عمل بانسات وحذف أي زيادة. بالنسبة للجزء الثاني هو اللي راح يصير عبارة عن طيات بهذا الشكل. لاحظوا معي كيف يصير شكل الطيات، ممتاز، على المانكين أو على الصدر بدون وجود اتساع أو كشكشة، لأن هنا القماش صار مطاطي ويأخذ شكل القطعة بشكل ممتاز. الآن ما عليه سوى التثبيت بالدبابيس والحصول على الشكل النهائي. لاحظ معي شكل القطعة ممتاز وعدم وجود أي زيادة. لعمل دريبين يجب دائما على القماش أن يكون على درجة 45 حتى يكون بشكل مطاطي. كما تعلمون هنا القماش غير مطاطي بهذا الشكل، لكن إذا قمت بأخذ القطعة بهذا الشكل تصير مطاطية وتساعد على التشكيل على المانيكان.